يواصل معبر رفح استقبال الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة والمحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية. للمزيد يطلعنا الزميل محمود جميل على آخر التطورات. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم حجم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم يغلق أمام دخول المساعدات الإنسانية رغم العراقيل والصعوبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإجراءات التفتيش والصعوبات التي تحول دون دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. وهذا ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لمعبر رفح أمس ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وإشادته بإدارة السلطات المصرية لعملية إدخال المساعدات رغم هذه الجهود. وهذا يتجسد من خلال حجم الشاحنات الموجودة في مدينة العريش ومعبر رفح. نتحدث اليوم عن دخول 85 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من المواد الإغاثة والمواد الغذائية بالإضافة إلى شاحنات الوقود، لكن حجم الشاحنات التي يصل يوميا يعني قليل للغاية مقارنة بحجم المجاعة والاحتياج داخل قطاع غزة ومقارنة بحجم الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح والمصطفى على جوانب الطريق. أيضا معبر رفح لازال يستقبل الجرحى والمصابين، اليوم استقبل معبر رفح 37 مصابا لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة في المستشفيات المصرية. إذا ما تحدثنا عن المسار الجوي في مطار العريش، نتحدث خلال الساعات الماضية استقبل مطار العريش 3 طائرات من دولة الإمارات، طائرتين بهما 15 طن من أو بهما 30 طن من المواد الغذائية والإغاثة لعملية الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة، بالإضافة للطائرة الثالثة بها 5 أطنان من مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية. نتحدث أيضا عن استمرار المطبخ الإنساني في تقديم وجبات الإفطار والذي تفقده محافظ شمال سيناء اليوم في مدينة الشيخ زويد لتقديم أكثر من 15 وجبة إفطار وسحور لأهالي قطاع غزة. إذا نتحدث عن أن المجهودات المصرية مستمرة ولم تتوقف أبدا بل تتضاعف على مدار الوقت لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.